يعني أنا ما بتفهم حاجة، في أمل ولا مفيش أمل؟ الأمل دايماً موجود، أنا رفعت القضية ومشيت في الإجراءات بس لازم. بس إيه؟ ما تقوليش بس، اتكلم على طول. شوف يا حسن، أنا هكون صريح معاك، إحنا خدنا خطوة في القضية دي والخطوة دي صح 100% وهتوصلنا اللي إحنا عايزينه، بس المشكلة مش في النتيجة، المشكلة في وقت القضية نفسه. بقول لك يا متر، من غير لف ودوران، أنا وضعي إيه بالظبط؟ فهمني. المحاكم فيها 100,000 قضية من النوع ده، أنت عارف يا حسن القضايا دي بتقعد قد إيه؟ مش بتقعد يوم ولا يومين زي ما أنت فاهم، القضايا دي بتقعد سنين. يعني ما أنت عارف كده، بتخليني أرفع قضية ليه؟ بتشتغلني يعني؟ أنا كل حاجة بتروح، مستقبلي بيضيع، أهلي اللي عايشين يحلموا يشوفوني مهندس، أقول لهم إيه؟ أقول لأبويا إيه؟ أنت عارف اللي حصل ده معناه إيه؟ فاهم. لا مش فاهم. أنت على فكرة هتشوف لي حل، وهتشوف لي حل دلوقتي كمان. مش الحل الواحد إن أنت تراضي الدكتور بتاعك ده؟ يعني إيه؟ عايز نروح له؟ إذا كان رحت له قبل كده وطردني، أمال بعد ما رفعت عليه القضية هيعمل معايا إيه؟ هو لازم دلوقتي أعصابه تكون هديت، وهيقدر يعيش معاك الموضوع، وهتوصله الحل. بقول لك إيه يا ابني، أنت مش هتخسر أكتر من اللي أنت خسرته، جرب وشوف. صامي كفايه، انت متعرفش تلعبها. خليك في كورتك، انت خليك في كورتك. انت شايفها اصلا؟ مش باينه الكوره، مش واضحه خالص. بقول لك ايه؟ طب ما تيجي مكاني، يمكن المكان ده غلط. العب يا بابا يلعب. ماشي. ايوه اكيد هقابلك هناك، احنا ما بقيناش نتقابل الا في المناسبات دي. خلاص اوكي، تشاو. هو احنا مش ميعاد نومنا جه؟ بليز يا مامي، عايزه مع بابي شويه. مش هينفع كده. هو ايه اللي مش هينفع كده؟ انك تفضل معطل الولد من اول ما تدخل البيت، وانت عارف ان عنده تريننج بكره الصبح. طب ده تريننج بكره الصبح، احنا النهارده بالليل، وبعدين انا من حقي اقعد مع ابني شويه، انا ما بشوفوش. يلا يا مارو، اتس بيد تايم. شويه مارو، نسمع كلام مامي. يلا تشرب معايا درينك. درينك؟ طب ما انا عندي فكره تانية احلى، بدل ما نشرب درينك هتيجي ناكل حاجه او حاجتين، مش دي فكره احلى؟ للاسف يا حبيبي عندي شغل ان شاء الله. باي روحي. وانت فاكر كده بقى يا حبيبي انك لما هتيجي تقعد تتحايل عليا ده هيخليني ارجع في موقفي. انا برضه هتنزل على القضيه، وفي الاخر برضه انت مش هتستفيد حاجه. هتنزل عن ايه يا حبيبي؟ متاخر قوي. وبعدين هز طولك يا حبيبي وقوم اقف وانت بتكلمني. اوه اسمع يا بابا، اللي انا عملته معاك ده مجرد قرصه ودن، قلت اسيبك كده يومين ثلاثه تفكر، يمكن العقل يرجع لك في دماغك تاني وتعرف حجم الغلط اللي انت عملته، ساعتها بس
كان ممكن افكر ان انا راجع الموضوع فيه. هو ايه الغلط اللي انا عملته؟ غلط ايه؟ اولا حضرتك افتكرت ان انت اتخرجت لمجرد انك نجحت مع ان النتيجه لسه تحت ايدي، وبعد كده رايح تحط ايدك في ايد محمود عشان تتحداني بيه، وغلطت لما فكرت تروح المحاكم. انا ما روحتش محاكم يا دكتور، انا ما روحتش محاكم، انا مش عايز حاجه غير حقي وبس. انت مالكش اي حق اصلا، انت اساسا ما دخلتش كليه هندسه، انت مجرد عملت محاوله وفشلت، والفشله من امثالك بينتهوا عندي هنا. انا مش فاهم انت بتعمل معايا كده ليه؟ ده انت مفيش مره طلبت مني حاجه غير لما بعملها لك على طول. ده انا بكلمك مستقبلي، عارف يعني ايه مستقبلي؟ مستقبلي ايه يالا؟ المثل بيقول لك لما الريح تكون اعلى منك لازم تتطيلها. وحسن رصيدي ما بيتطيش لحد. لا هتطاطي، وهيحصل لك اكتر من كده لو ما غرتش من قدامي دلوقتي. اقول اروح فين انا؟ اقول اروح فين؟ بتكلم مين؟ ما بكلمش حد، اطلع بره. يلا يا جماعه كلنا نقول لمدام ايفين كل سنه وهي طيبه. سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا ايفين، سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا ايفين، سنه ما تجيش. ما تجيش يا حبيبتي. اقعدي. ازيك يا علي؟ اهلا يا فاتن، ازيك؟ الحمد لله تمام. مندي مندي. يا فاتن مش عارفه. كنت عارفه انا عليك هنا، تحبي تقعد مع مدام ايفين؟ طبعا. خير في حاجه؟ بصراحه كنت مخنوقه شويه عشان كده عديت عليك، وقلت مش هعرف اكلمك في التليفون. ايه؟ قولي. اصل عليا ولبنى كانوا بيتكلموا معايا امبارح، بيقولوا لي هو انتوا متخانقين؟ فقلت لهم لا. احنا قصدك انا وانتي؟ اصل هما بصراحه بيقعدوا يسالوا كده اسئله غريبه جدا، يعني كانوا بيقولوا لي هو انتي ودكتور علي في حاجه ما بينكم؟ وانا اصلا في تاتش بيني وبين لبنى من فتره، يعني هي بني ادمه سخيفه جدا وبتقعد تقول الكلام كده هايف وملوش اي لازمه. أنا سخيفة. أصل إحنا آخر اتنين ممكن الناس تتكلم عنه. إحنا ما بنقعدش أصلاً. أقعد؟ لا، ما أنا هروح عشان سايبة القسم لوحده. عن إذنك. وقروا الفاتحة لأبو العباس اسكندرية يا أجمل. ايه اللي انت ايه اللي بتعمليه ده؟ ايه يا عم جمعة بدندن؟ بلاش أدندن يعني. واللي انت بتعمليه اسمه دندنة؟ ده اسمه عايز النجدين البندنة، وكل واحد يمسك العود يدندن. ماشي، اتريق عليا يا عم جمعة براحتك، اتريق. مش أحسن من الهم والغم والقرف اللي احنا عايشين فيه؟ يا بت أنا قلبي عليك، الدندنة اللي انت مسميها دندنة دي هتزود الهم والغم اللي انت بتشتكي منه. شوف يا نعمة بنتي، العود ده خلق تاني من خلق ربنا. صحيح هو صوته مش حي، بس صوته استغفر الله العظيم يعني يحيي الميت. احيا عليا وعلى سنين السودة. عود ايه ده يا عم جمعه اللي يحيي الميت؟ ويحيي ليه؟ سيبه نايم ومرتاح في تربته. دور الباقي علينا احنا اللي عاملين نتنطط من الاوضه دي للرصيف ده، من القطر اللي طالع ده للقطر اللي نازل ده. مش لاقيين حتى التراب يحن علينا زيه. خش عليك يا بنت، وعم جمعه راح فين؟ ده انت الخير والبركه كلها يا عم جمعه، ربنا يخليك ليا يا رب. بس انا عايز اعرف يعني هو اللي زيك في الدنيا ده قد ايه؟ واحد؟ اتنين؟ يا عم جمعه الناس من كتر همهم ينسي الطيبه اللي فيهم، واحنا؟ احنا شغالين مرمطون خدامين عند اللي يسوى واللي ما يسواش. لا لا ما تقوليش كده، مفيش حد يا بنتي خدام عند حد، كلنا بنخدم بعض، واللي بتقدميه النهارده باليمين بيرجع لك بكره بالشمال، في الاخر الحكايه كلها لقمه تعيش. قصدك اللقمه المر الدونك اللي احنا بندفعها مش كده؟ الله، ده انت معبيه قوي بقى. ارمي الحمل يا بنتي على صاحب الحمل اللي خلقه وقسمه على دار خلقه، وهو في لحظة
تفتكر ان ربنا خلقنا كده ورمانا في الدنيا وخلاص وقالنا نروح وكل في بعض؟ لا، قبل ما نتولد مكتوب على كل واحد فينا سعد شهاد. بس البني ادم مننا بقى بيستقرب يفضل طول عمره يدور على سعده بس وبيلقى بيلاقي شهاد لانه ما بيرضاش، بيفضل قاعد مستني مستنظر نايم نايم عايز يسمع